عليكم ومرحبا بكم في قناة ياسمينة اي. قبل ما نبدأ فصلة اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. كما ما تنسوش انه رابط المجموعة على الفيسبوك في صندوق الوصف، والوصفة كذلك راح تصيبوها مكتوبة في صندوق الوصف. راح نبدأ في وصفة اليوم، راح نديروا فطائر محشية. الفطائر هذه وش نحتاجوا فيها؟ نحتاجوا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، حبة بيض، كأس ونصف حليب دافئ، نصف كأس من الزيت، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة صغيرة من الملح، والفرينة على حسب احتياج الخليط. راح نبدأ في الطريقة على بركة الله. راح نديرو كأس ونصف حليب دافئ، هكذا كأس ونصف حليب دافئ. راح نضيفو معاه ملعقة من خميرة الحلويات، راح نضيف ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من السكر. نخلط المكونات هذه، نضيف حبة بيض. بسم الله. نضيف حبة بيض، هكذا. ونخليو العجينة تاعنا تريح لمدة 5 دقائق ونولي لكم. هنا بعد ما ارتاحت العجينة تاعنا، يعني هنا نخليتها فقط 5 دقائق، يعني كيما راكم تشوفوا اي دارت الفقاعات. راح نضيفو لها المكونات الاخرى، راح نضيفو لها نصف كأس زيت، نصف كأس زيت، وراح نضيفو لها الفرينة بالتدريج. نخلطو مليح المكونات هذي، ونضيفو معاها الملح مع الفرينة هكذا. وراح نبداو نضيفو الفرينة. الفرينة هنا راح نحسبلكم شحال من كاس راح تاخدلي هكذا. نضيفو الفرينة بالعقل باش ما تسبقناش العجين. هنا عندي كاس، الكاس الاول، راح نضيف 2 كؤوس ونشوف. دائما ما نسويش الملح، هنا 2 كؤوس. نضيفوا ملعقة صغيرة من الملح مع الفرينة، ملعقة صغيرة من الملح هكذا هكذا. ونبداو نخلطوا الفرينة تاعنا، يعني العجينة نلموها فقط. يعني انا درت كمية قليلة، واللي حب يضاعف الكمية اكيد يضاعف. كما نقدر العجينة هذه نقدر نديروها عجينة بيتزا، يعني راح تجينا ما شاء الله. هنا درت 3 كؤوس، راح نخلط ونشوف. يعني مازلت تحتاج العجينة تاعي، هنا كما راكم تشوفوا العجينة تاعي مازلت تحتاج. هنا الكأس الرابع حنبقى نضيف بالعقل ونشوف باش ما تسبقليش العجينة. ندخلو مليح العجينة. ان شاء الله يعجبكم الوصفات وتجربوهم. مازلت نحتاج القليل فقط، يعني نضيف الفرينة بالقليل
نحاول ندخل العجينة مليح، العجينة مليح عفوا. هذا هو شكل العجين، مازالت محتاجة قليلا فقط، قليل فقط هكذا. يعني عجينة عجينة هشة و مزيده، يعني هذا هو شكل العجينة تاعنا، راح تكون تتلاصق. هذا هو شكل العجينة تاعنا، يعني من ملمسها راح تحسوها طرية. راح نديروا القليل من الزيت في يدينا ونخلوها تختمر. راح نديروا القليل من الزيت فقط في يدينا، القليل نمسحوا به يدينا هكذا جيدا و نمسحوا به العجينة تاعنا. كما راكم تشوفوا العجينة تاعنا يعني كي نديروا لها الزيت راح تولي لنا هذا الشكل كما راكم تشوفوا، هي تتلاصق شويه هكذا. راح نغطيو عليها وراح نخليوها تختمر حتى يضاعف حجمها. بعد ما يضاعف حجمها انا نولي لكم. هنا العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا راهو ضاعف حجمها، بسم الله، يعني دائما نسميو، يعني شوفوا ما شاء الله. راح نديغازيو العجينه تاعنا، راح ندلكو شويه العجينه تاعنا، يعني ندلكوها فقط قليلا. عجينة سهلة ندلكوها لمدة دقيقتان فقط. راح ندلك العجينة تاعي ونولي لكم. يعني كيما راكم تشوفوا العجينة تاعنا سهلة، يعني ما ندلكوهاش بزاف، فقط دقيقتان. ونحاولوا ما نضيفوش الفارينة كي ندلكوها، واذا ضفنا فارينة نضيفوا فقط كمية قليلة فقط باش ما تلصقش. هذا مكان هكذا راح نديرها شكل دوائر. هنا بعد ما شكلت العجنة تاعي على شكل دوائر راح نبداو نخدمو فيها. بسم الله، راح نديرو القليل من الفارينة. والباقي لازم نغطوه هكذا. راح نديرو فقط القليل من الفارينة. هنا الحشو اختياري، كل واحد كيفاش يحب يدير الحشو، يعني ما نلزمكمش باش كل واحد كيما يحب يدير الحشو. بسم الله، نفتحو العجينة تاعنا. نحاولو نفتحو العجينة تاعنا وما نكثروش الفارينة، نفتحوها بلا عقل، يعني راح تكون سهلة. نفتحوها رقيقة لأنو حنعاودو نخلوها تختمر. راح نجيبو السكين، يعني نقدر نديرو أي شكل حبينا. راح نقطعو العجينة تاعنا، إن شاء الله تكون واضحة في الصورة هكذا، يعني نقدر نديرها على شكل دوائر. يعني الحشو هنا يبقى اختياري. كما راكم تشوفوا راح ندير كمية من بياض البيض، فقط بياض البيض لأنه الصفار نستعمله من فوق. نديره هنا
باش كي نغلقو تغلق مليح باش ما يخرجناش نحاشو من بعد هكذا ونغلقو عليها مليح نحاول نضغطو نديرو يدينا فقط الفارينة باش نقدرو نخلقو هكذا هكذا يعني راح يجينا شكل رائع هكذا ونحطوها في الفلا حاولوا نعملوها مليح راح نضيف معاكم حبة أخرى نفتحوا العجينة تاعنا على شكل مستطيل قطعوها في المنتصف بالسكين هكذا معليش راح نضيفوا كمية من الحشو يعني أي نوع حشو حبينا راح نديروا كمية من بياض البيض باش نغلقو نغلقوها مليح وراح نغلقو عليها بإحكام باش ما تفتحناش راح نديرو شوية فارينة في الأصابع ونغلقو عليها جيدا راح نديرو كمية من بياض البيض فقط باش ما تفتحش نعجنها جيدا هكذا وراح نحطوها في البلا في طبق الفرن هكذا نخليه بين كل واحدة وواحدة مكان انا راح نكمل الحبات تاعي ونولي ليكم هنا راكم تشوفوا كيما راكم تشوفوا راني هنا غير كملت الحبه الاخيره درت هكا ديجا خمرت لانه درجه حراره المطبخ عندي عاليه هنا راهي خمرت العجينه واللي ما خمرتلوش العجينه يقدر يخليها ترتاح لمده 3 دقائق او 4 دقائق قبل ما ندخلوها الفرن هنا عندي كميه من صفار البيض صفار البيض اللي قعد لنا من بياض البيض اللي كنا غلقنا به عندي كميه كنت ضربت لها كميه من الخل على جال الريحه باش تنقصنا شويه الريحه يعني نمسحوها مليح بصفار البيض هكذا هنا عندي كمية من زريعة الكتان يعني نعرف زريعة الكتان مفيدة واللي ما يحبش زريعة الكتان يقدر يستغنى عنها هكذا نكملوا الحبات تاعنا ونحطهم في الفرن بعد ما كملت الحبات تاعي راح نحطهم في الفرن درجة حرارة 160 إلى 170 درجة حتى تحمر الفطائر تاعنا ونتلاقاو ونشوفوها في صحن التقديم وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد